هذه القناة نرجو منها كثير بما يعني علمنا وشهدنا من إمكانيات كبيرة متاحة لها من أجهزة حديثة وغيرها من الفنيين والمقدمين الذين تم يعني الاتفاق والتعاقد معهم، هم خبرة كبيرة. هذه القناة من الجانب الرياضي في هذه البرامج المختلفة المتنوعة، نحن نتحدث عن الجانب الرياضي، نتمنى أن تقدم يعني هذه القناة دور كبير جدا في نشر وتطوير وبث كل البرامج الرياضية، ونتمنى أيضا أن تكون على أن يكون هناك بث مباشر لعدد من الأحداث والفعاليات الرياضية وخاصة في أم الألعاب التي تفتقد هذا الجانب. ونحن نعد حقيقة أن نقدم بضاعة جيدة من لاعبين مستوى جيد من بطولات على مستوى عالي وجيد دولية وقومية على مستوى السودان في كل مدن السودان المختلفة.